بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقول فأرسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بأهلهم. والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى صدق الله العظيم لقد اختار المولى سبحانه وتعالى موسى واعد موسى لامر عظيم والحكيم جل في علاه لا يتخذ شيئا لنفسه الا من اجل ان يجعله مظهرا لحكمته يعني وجب علينا ونحن المخاطبون بالقران الكريم حين قال الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي ان نترقب فهم وتعيين انوار حكمه الله تعالى في اختيار موسى واعداده لهذه المهمه الشاقه فقد امره سبحانه وتعالى هنا في الوادي المقدس بالذهاب الى فرعون وان يذهب موسى ومعه اخوه الى فرعون فقال الله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ومعنى أن ومعنى الكلام إنه أن يبلغ موسى عليه السلام أخاه بمرافقته في أمر الدعوة لأن هارون لم يكن حاضرا حين كلم الله موسى في البقعة المباركة بجوار هذه الشجرة ولينا وقف عندها ولكن بعد ما نبين كمان <applause> بعض إشراقات هذه الآية كمان إنه لم يكن الوقت يعني الوقت ده اللي كان يكلم المولى سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى لم يكن بعد وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون لكن مقصود الأمر يعني اذهب أنت وأخوك أو التاني اذهب مقصود بالأمر حال المستقبل هو طلب حصول الذهاب في المستقبل عند الوصول إلى مصر بلد فرعون وعند لقاء موسى باخيه هارون وابلاغه امر الله تعالى اياه بان يذهب معه الى فرعون وهما مصاحبان لايات الله تعالى يعني الدلائل التي تدل على صدق موسى واخيه امام فرعون فكان الامر اذهبا الى فرعون انه طغى. يعني هذا الامر لما سيستقبله موسى ويستقبله كذلك هارون فيما بعد ذلك. وبهذا الامر الالهي لموسى وهارون بان يذهبا الى فرعون هيذهب لفرعون عشان ايه عشان طغيان فرعون بسبب طغيانه حتى يكفاه عن هذا الطغيان ويكفاه عن العطو والتجبر وتجاوز الحد في تعامله مع العباد ورب العباد فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى ادعى الالوهيه وادعى الربوبيه فكان ده عله وسبب امر الله سبحانه وتعالى لهما لموسى وهارون بالذهاب إلى فرعون طيب تبقى معانا مسألة مهمة جدا بتفرضها سياق عرض القصة في طه إن إحنا نقف عندها وهي أين هارون المخاطب مع موسى وإحنا قلنا إنه ليس موجودا في مشهد المناجاة في الوادي المقدس بسيناء المباركة فكيف نفسر هذا الأمر هنا في قول الله تعالى اذهبا والخطاب لاتنين مثنى اذهبا والف المثنى موجوده في الفعل اذهبا اي موسى انتما يا موسى وهارون الى فرعون انه طغى هيكون عندي تفسيرين للمساله دي لكن خلينا الاول نتفق نتفق مع بعض الى انه يجوز ان يطوي السياق القراني في في عرضه للقصص للزمان والمكان احيانا وبيترك فجوات زمنيه يعني القصه القرآنيه تلاقيها تقفز قفزات معينه بتتجاوز فيها الزمان والمكان وبتترك هذه الفجوات الزمنيه والمكانيه بين مشاهد القصه بتعلم من السياق عشان ينتقل السياق القرآني مباشره الى المواقف المهمه النابضه الموحيه ذات التأثير الواضح في سير القصص كذلك. احيانا هذه القفزات والوقوف عند معنى ثم البدء على جهه الاستئناف من معان اخرى او بمعان جديده هتلقي بيها القصه من تدينا عبر ودروس بتتجلى فيها انوار الحكمه الالهيه ليفد منها المؤمنون وده بالنسبه لمساله ان احنا احيانا تجد انه في تغير في جهه الخطاب في انتقال في المشاهد فده بيستوجب من الذي يفهم النص انه يحاول ان يعيش مع معانيه وانه يعمل عقله في جمال هذا العرض القصصي. بالنسبه للتفسيرين اللي قلت لحضراتكم عليهم بالنسبه لمساله هل هارون هارون ما كانش مع سيدنا موسى في سيناء المبارك طب ازاي هفسر الامر في اذهبا الى فرعون والفعل يعني في جهه الخطاب لمثنى يعني موسى وهارون. يجوز كما قال اهل التفسير ان يكون انتقال الى خطاب موسى وهارون يعني اجتمع موسى وهارون عليهما السلام بعد ما انصرف سيدنا موسى من موقف المناجاة بجانب الطور في سيناء المباركه في الوادي المقدس وهذا يقتضي ان هارون كان حاضرا لهذا الخطاب وهو ذا ظاهر قول الله تعالى بعده قال ربنا اننا نخاف هما الاثنين بيتكلموا والحديث بالالف اللي بتدل على اثنين بيتكلموا مثنى قال ربنا اننا نخاف فيصبح حضور هارون عند موسى عليه السلام بوحي من الله اوحاه الى اوحاه المولى سبحانه وتعالى الى هارون بانه يذهب ويستقبل موسى في مكان معين واللي فهم هذا التفسير استانس ببعض ما ذهب او يعني من ذهب الى هذا الراي استانس ببعض ما ورد في التوراه في الاصحاح الرابع من سفر الخروج وهو قول وهو القول بانه قال اي الله ها هو هارون خارجا لاستقبالك الكلام ان الله يكلم موسى في التوراه ها هو هارون خارجا لاستقبالك فتكلمه ايضا يعني تقول له اللي أنا أمرتك به وفيه أيضا في التوراة وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب والتقي في جبل الله عند هذا المكان المعين يعني يمكن أن يفهم من ذلك أن السياق قد طوى ما حدث بين تكليم الله تعالى لموسى في الوادي المقدس عند النار عند هذه الشجرة المباركة انطوى حصل قفز من المشهد في القصة في العرض في سورة طه يعني ده مشهد وانتهى وبدأت القصة تأتينا بمشهد تاني وهو بعد وصول سيدنا موسى عليه السلام مع أهله إلى هذا الجبل أو إلى هذا المكان المعين في طريق رجوع سيدنا موسى عليه السلام إلى أرض مصر ويكون قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا بقية الآية جواب عن قول الله تعالى لهما اذهبا الى فرعون يعني كان المشهد الاول مشهد موسى مع في المناجاه المباركه في الوادي المقدس ولما انتهى المشهد ده وانتقل موسى للسير قافلا عائدا الى مصر كان امر سيدنا هارون انه يلتقي سيدنا موسى بوحي من الله في مكان معين لان سيدنا موسى سال ان هارون يكون نبيا ويشاركه امر الدعوه وربنا سبحانه وتعالى بشر سيدنا موسى بقبول بقبول طلبه وبالفعل اضحى بعد ذلك نبيا فاوحى الله الى هارون ان يستقبل موسى وكان في هذا المكان نوع من الخطاب يعني وكأن هذا الرأي يقول بأن سيدنا هارون مع سيدنا موسى في غير المكان اللي كان فيه سيدنا موسى تلقى الخطاب سوية ده رأي طب تفسير الثاني لقوله اذهبا الى فرعون انه طغى هنوقف نقول نقطه مهمه احنا هنا الامر الى موسى وهارون وقلنا ان سياق الايات في مبدئها بيقول ان سيدنا موسى كان في المناجاه وحده في الوادي المقدس في سيناء. المباركه وفجاه انتقل بينا السياق وقفز قفزه الى مشهد اخر وهو وجود هارون مع موسى في امتثال او في حوار مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول اذهب الى فرعون انه طغى التفسير الثاني وهو ان يجوز ان يكون جمله اذهب الى فرعون انه طغى بدلا من جمله اذهب انت واخوك يعني المعنى هيكون ايه؟ يعني الامر هنا في اذهبا هو امر لسيدنا موسى بانه يذهب وبانه يامر اخاه بالذهاب معه وهارون غائب وده الحقيقه اللي انا بميل ليه وانه انسب لسياق الجمل المعروضه في طريقه عرضها في العباره القرانيه وسياق العرض وتكون بقى جمله قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى كان جمله مستانفه استئنافا ابتدائيا يعني استئناف لموقف جديد ومشهد جديد وقد طوى بعد كده السياق القراني في عرضه للقصة في هذا المشهد ما بين زي ما قلنا لحضراتكم مشهد خطاب الله ومناجاه موسى في مشهد المناجاه ما بين الله وما بين نبيه موسى وما بين حكايه مشهد قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يقضي او ان يطغى والتقدير معناه يعني انه ذهب سيدنا موسى ولقي اخاه هارون وابلغ موسى هارون بما امره به مولاه. فساعتها قال وهما مع وهما في لقائهما فقال ربنا اننا نخاف اذا هناك تفسير يقول بان سيدنا هارون عليه السلام قد كان حاضرا مع موسى لكن في غير الواد المقدس وحضر الخطاب الإله وهناك تفسير آخر يرى بأن هارون مبلغ بالخطاب الإلهي والأمر فيه من يعني جاءه الأمر أو بلغه الأمر من أو بلغه اهدالك الأمر من سيدنا موسى عليهما السلام طيب الانتقالات دي في مشاهد القصة بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن جمال القصص القرآني وبديع انتقالاته بين موضوعات والمشاهد اللي بتعرضها لنا القصه غرض القران تنشيط الخيال فيتدفق الخيال بفهوم عديده متنوعه بترى من خلالها اعجاز النص القراني الحكيم تحريك حاسه الجمال في النفوس والتفكر في العقول والقران الكريم من ضمن الوسائل اللي استعملها في التعبير عن ده القصه القرانيه يعني ابدع القران الكريم في سرد الموعظه والعبره والحكمه البالغه لتاديب النفوس وتهذيب الارواح والقلوب من خلال هذا الرسم ومن خلال هذه المشاهد في سرد قصص السابقين والاولين من الانبياء والمرسلين وده من الاعتماد على الوسائل اللي فيها نوع من استثاره الجمال في النفوس يعني اللي بيتعامل مع القران الكريم حفظا وتلاوه وفهما وتدبرا لابد انه تتربى فيه حاسه الجمال حاسه الجمال من خلال تتبع اعجاز النص القراني الحكيم والقران بيستعمل القصه زي ما استعمل المثل زي ما استعمل الخطاب المباشر استعمل اساليب او التصوير الفني هذا في النص الحكيم ليكون ذلك سبيلا للسالكين وطريقا للراغبين في الوصول الى غايات هذا الجمال وهي الموضوعات التي يسعى القران الكريم الى تعميقها في النفوس ولكن بلغه الجمال ولغه الفن البديع واللي بتظهر مدى اعجاز النص القراني الكريم وتوصل الراغبين الى الغايه العظمى غايه الغايات الله رب العالمين مرحبا بحضراتكم من جديد وننوه على صفحتنا الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتوره ناديه عماره وكذلك الارقام الخاصه بالتواصل معنا من خارج وداخل جمهوريه مصر العربيه معنا معنا مين يا انس يا انس ايوه اهلا يا <applause> عليكم السلام اهلا يا انس الحمد لله عامل ايه ويه. الحمد لله الح... نقول الحمد لله يا أنس الحمد لله الحمد لله على كل حال إيه يا حبيبي عمرك قد إيه يا أنس سبع سنين ما شاء الله ما شاء الله قولي يا حبيبي عايز تسأل ولا تقرأ أقرأ تفضل الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق مد شوية مد شوية يا أنس انتوا بقالكم كم يوم بتسمعوا الحاقه مد شويه الحاقه تاني تاني يا انس تاني يا انس مد بقى الحاقه وقف عليها وبالراحه كده ما تجريش يلا الحاقه احسنت الحاقه ما الحاقه برده ملح وما ادراك ما الحاقه وما ادراك ما حقك كذبت ثمود وعاد بالقارعه فأما بريش بالطغية. وأما ثمود فاغلقوا بريش بالطاغيه واما عاد فاغلقوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليالي ليالي و... ليالي و... انا بحطك ليالي على الحته اللي عايزاك تتكى شويه عليها ها ليالي وثمانية أيام صدق الله و... العظيم صدق الله العظيم أحسنت يا أنس وما شاء الله يعني على سنك ومحافظ على التجويد بس خلي بالك من المدود خلي بالك من المد في الحاقة وكل الحاقة شبه بعضها هتمد كده ماشي يا انس ربنا يفتح عليك يا رب اتفضلي يا استاذه معانا استاذه خالده ايوه اهلا وسهلا إزاي حضرتك اهلا وسهلا اهلا ربنا يزيدك من يا رب امين يا كريم اتفضلي يا سامعاك يا فندم تفضلي بالسؤال بصي يا حبيبتي لو سمحتي انا عندي واحده الست اللي بتيجي تساعدني في البيت هي عندها ستة 36 سنه وعندها خمس أطف... خمس ولاد يعني فهي بتولد بتخلف بالتوام أوه. فهي جت دلوقتي هي اللي بفتح البيت تعتبر خالص يعني هي اللي بتصرف عليهم وهي م. بتطلع تشتغل لان جوزها تقريبا يعني يوم بيشتغل وكذا يوم لا يعني م. فما ملوش شغل دايم ما مالهمش دخل ثابت يعني م. فهي هي اللي بتشتغل وهي اللي البيت م. فهي جت حملت سادس فهي جت عندها يعني امكانيه انها ممكن تنزله بس هي مش عايزه يعني م. زي هي مبسوطه بيه بتاع يا ستي خلاص اقعدي بقى ما تجيلناش مصره تشغل ان هي مش عارفه تصرف مش مش عارفين يصرفوا فبتجيلنا وهي هي حامل بس احنا مش قادرين يعني مش عارفه اقول لحضرتك مش عارفين نشغلها يعني فاهمه بس هي مصره تيجي بس فانا مش عارفه يعني اتعامل معاها ازاي دي حاجه وبعدين هي يجوز لها صدقه وزكا بالتفكير مم. بتاعهم ده لان هي بتقول لك البيبي بيجي برزقه ايه التفكير مش مظبوط طبعا ما يعني كلنا بنيجي برزقنا يعني بس فإن... والا الانسان مش هيعقل تصرفاته في الدنيا ايه الكلام ده يعني عايزه اقول لحضرتك ان هي بتطلع ومضطره تطلع لان عندها مصاريف ولادها في المدارس الاعداديه ولما والبيو تولد والبيو بقى مين اللي هيقعد بالطفل الصغير ونطلعهم بقى نصهم انا عارفه اعلم والباقي مش عارفه اعلم بس هفضل اجيلك لغايه ما ابقى خلاص مش قادره وبعد كده هجيلك بالبيبي وأبشر أه طب انا اصلا يعني ما ازاي اشوفك بطنك طالع واقول لك اعملي ووطي وخل... مش هقدر مش قادره وهي مصره تيجي طب انا مش عارفه اعمل معاها ازاي حاضر يا حاضر يا استاذه خالده في, نعم؟ في حاجه ثانيه في سؤال ثاني انا فهمت لا بس بسال بس بس. يجوز لها صدقه وذكر ولا اعمل ايه معاها حاضر حاضر يا سته خالد حاضر شكرا يا استاذه هنا استاذه هنا الو الو اهلا وسهلا الو اهلا وسهلا ايوه اهلا بيك يا استاذه هنا دكتورة تفضلي دكتورة أنا بحبك. علي صوتك بس يا استاذ ابراهيم الصوت ضعيف إيه لو طب علي دكتورة انت دكتورة صوتك نبي. بقى أنا... مش من عندهم من عندك انت ألو؟ يا ايوه اهلا وسهلا سمحتي يا دكتوره نبيل اتفضلي انا كان عندي سؤال اتفضلي إيه انا بخاف أول من فيروس كورونا بيبقى عندي توتر وقلق وبخاف على اللي حواليا يعني حاسه انك انت ايه يعني عمليه عايشه بقى اضطراب بسبب الموضوع ده انا فاهماكي صح أوه. ولا فاهماكي غلط؟ اه تمام والسؤال بقى ان الخوف زايد نعم الخوف زايد الخوف عندك زايد في زياده يعني فين فين هنا؟ انا ببقى عندي اوهام وبخاف من فيروس أو كورونا يبقى خايفه ببقى عندي اوهام كتير بقعد افكر في ربنا يقيكي السوء ربنا يقيكي السوء ويحصنك باليقين فيه وناخد بجميع الاسباب وان شاء الله باذن الله يزول هذا الهاجس ان شاء الله هنقول هنتكلم في الموضوع ده معانا ام بيسان الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ازيك يا فندم اهلا حقوتيك. اهلا اهلا وسهلا حضرتك بس انا عندي سؤال صغير فضل. انا كنت مشتركه الحمد لله في مقرأة بحفظ قران أيه. فهي دلوقتي اتقفلت عشان الكورونا فانا عملت جروب للواتس مع زمايلي اللي كانوا في المقرأة كلهم سيدات وكده الحمد لله فاحنا عايزين نراجع الورد كل يوم يعني عشان ما ننساش هل حرام ده ان انا اسمع تسجيل صوت يعني في الواتس ايه اللي حرمه يا ست ام بيسان <applause> يعني انتوا هتقروا يعني... القران الكريم وهو وهو يعني هو القول الحكيم وهو كلام الله العظيم وطالما احنا ملتزمات بالاداء الصوتي وبالاحكام التلاوه وكمان لمين بعضنا بدل ما احنا نروح نلتقي وده كويس ان احنا بلاش نلتقي ويبقى عبر أوه. الاثير زي ما بيقولوا أوه. او اللقاءات عملنا كده فلا مانع وعشان ما يضيعش القران منكم طالما انتم بتحفظوا وهنجاوب لك انا ما. بس يعني قلقانة ان حد يمسك التليفون يسمع فهل ده وحتى لو سمع من تقرئين القران وانت ملتزمه بهذه القراءه وباحكامها وادبها وقلنا الكلام ده مره فلا باس ولا مانع يعني دي حاجه كويسه يعني وكويس ان انتم مواظبين وخايفين ت... يعني عايزين تثبتوا ورد يومي وتسمعوا مع بعض يعني عادة كويسه وطيبه بدل ما الناس بتضيع وقتها في كلام الفاضي احنا يعني بنستثمر الوقت بحفظ القران ومراجعته ده حاجه جميله يا ريت الناس كلها تقلد يعني حاضر يا ام بيسان يا ست ام احمد اهلا وسهلا مين صوت مش واصل يا استاذ ابراهيم فين اين هي ما فيش حد معايا في الاستوديو <applause> يا ست ام احمد اين انت طيب هنطلع بقى فاصل لغايه ما ترجع لنا سيدة احمد ونرجع بعد كده ان شاء الله نبدا في الرد ويمكن يكون في وقت ناخد مزيد من الاسئله باذن الكريم ان شاء الله تعالى اتفضل مرحبا بحضراتكم من جديد كان في سؤال للاستاذ نادر بخصوص حد الرجم للزاني المحصن وبعدين بيقول اللي هو يعني من سبق له الزواج وقال انه يعني لم ياتي له ذكر في القران الكريم طبعا هو من الامور اللي دار حولها النقاش قديما وحديثا ما بين مثبت ومشكك ولكن الحق ان حد الرجم كما هو معلوم ثابت في الشرع الشريف واضح بنصوص يعني او او جاء في الوحي الشريف بنصوص واضحه في السنه النبويه الصحيحه. وكمان من فعل النبي عليه الصلاه والسلام وهذا اقوى يعني تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام من بعده واحنا زي ما احنا عارفين يعني البيان بالفعل اقوى من البيان بالقول، صحيح انها نماذج محدوده جدا وتكاد تعد على الاصابع. الا انها ثابت صحتها وما قام به النبي عليه الصلاه والسلام اكبر دليل على ذلك في احكام كثيره في القران جاء بيانها في السنه النبويه المطهره يا استاذ نادر وحنقول هذا الكلام من ضمن النصوص بقى اللي جت في مساله حد الرجم اللي حضرتك سالت عنه ما ورد في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وكذلك وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب واحد من الأعراب أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم كان مع واحد رايحين هيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حكم فينا كتاب الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قول أنت عايز تقول إيه قل فقال إن ابني كان عسيفا يعني كان أجير على هذا يعني أجير عند فلان على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن وإني أخبرت أن على ابني الرجم يعني أنا جاني الخبر بأنه العقوبة التي تجب على ابنه الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة يعني قلت انا هديله 100 شاه والوليده ايه من الافراز بتاع الشياه دي. فسالت اهل العلم رجع للمختصين والنص ده برضو فيه اشاره انه المساله انه الانسان في هذه العلوم لابد ان يسعى الى اهلها يعني في اهل علم مش كل من هب ودب بيتكلم فبيقول فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام العقوبه الجلد والتغريب عام وان على امراه هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليد والغنم رد عليك ترجع تاني تاخد حاجتك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واخدوا بعدين النبي كلم بقى سيدنا انس وقال له يا انيس على صيغه على صيغه التصغير واخدوا يا انيس الى امراه هذا اللي بها ذلك الشاب فان اعترفت فارجمها وكذلك طبعا يعني هذا النص اللي بين أيدينا وفي نصوص تانية اللي ورد برضو في قصة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما أمر برجم ماعز والغامدية يعني الحقيقة أنه هذه المسألة وغيرها هي نصوص قليلة جدا لكنها صحيحة جدا في هذه المسألة الاعتراض بأن الرجم لم يذكر في القرآن الكريم جوابه أن القرآن الكريم نص يعني الحقيقه قابل للتطبيق واما فعل صاحب الشريعه يعني صلى الله عليه وسلم فهو تطبيق مباشر للشرع الموحى اليه فهو في قوه النص وده امر واضح لان زي ما قلنا لحضراتكم من البيان بالفعل وفعل النبي هدي اقوى من البيان بالقول والقرآن الكريم ليس وحده مصدر التشريع ليس وحده مصدر التشريع الله تعالى علمنا وقال واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يعني لما نيجي نبص مثلا لتفاصيل الصلوات الخمس من اين اتينا بها عرفنا منين ان الصبح ركعتين وان الظهر اربع ركعات وانه العصر اربع ركعات والمغرب ثلاثه والعشاء اربعه عرفنا منين كل هذه التفاصيل وكيفيه الصلاه اركان الصلاه وسنن الصلاه افعال الحج كلها عرفت تفاصيلها منين. عرفتها ايضا من السنه النبويه المطهره، البعض الوارد في القران والتفصيل تفصيل في السنه النبويه وغيرها من الوان تكاليف الشريعه، وربنا سبحانه وتعالى علمنا وما اتاكم الرسول فخذوه، اذا بامر القران علينا ان نتبع ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وامر به، ليه؟ لانه ان هو الا وحي يوحى، النبي مش جايبه من من عند ذاته انما هذا وحي. طيب عشان حاجه بس سريعه عشان ما نقفش عند مساله تطبيق وازاي يعني يرجم ذلك والعقوبه معرفش ايه صعبه وقاسيه وهذا الكلام بيقال بيردده بعض المستشرقين واللي في دلهم من اللي بيدعوا ان هم تنويريين وهم مش فاهمين فقه مساله الحدود الحد هو بعقاب شديد جدا بمنتهى البساطه وضعته الشريعه الاسلاميه لتعظيم الذنب في عين الانسان المؤمن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مال في مسألة الحدود إلى الستر دون التطبيق وده فهمناه من فقه النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع مسألة الحدود عند التطبيق على فكرة التطبيقات كلها جات إقرارات يعني صاحبها جاي بيقر على نفسه يعني بيقر على نفسه أنه ارتكب ده لكن في حدود في قواعد في شروط اسمها الشروط الشرعية لتطبيق الحدود وهي غاية في الصعوبة تحققها غاية في الصعوبة طب بل إيه فلسفة الإسلام في أنه يقر عقوبات شديدة بهذه الصورة لتعظيم الإسم في نفوس المؤمنين وبعدين تطبيقات النبي وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنستقي منها فقه فقه الرأفة بان انا لو شفت انسان استر عليه لان مثلا ماعز اللي جاء اقر كان بايعاز من واحد اسمه هزال قعد يقول له انت لازم تروح تتطهر وراح للنبي عليه الصلاه والسلام اكتر من مره والنبي يعني يدير وشه على اساس انه يمشي وبعدين يقول له لعلك كذا لعلك كذا النبي عليه الصلاه والسلام عايز يدرا الحد عنه ولو بادنى شبهه يبقى الاصل في هذه الحدود لتعظيم الذنب في نفوس المؤمنين ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الحدود عند التطبيق الى الستر دون يعني مل الستر اكثر من تطبيق الحد وده كان واضح جدا في هذه النماذج القليله جدا ومسالتها المساله واضحه قوي في قصه ماعز اللي ردوا النبي اكثر من مره لا وكمان وراح جاب اهله يعني هو الاول راح للنبي يقول له طهرني والنبي عليه الصلاه والسلام يرد يقول له روح استغفر الله ويحك استغفر الله وتوب من ذنبك. يرجعه ويرجع يرجع تاني للنبي هو مصر يطبق الحد لان هزال قال له انت لازم تروح تتطهر ويجي النبي عليه الصلاه والسلام يبعث الى اهله عرفتوا حاجه عقله سليم ده ولا عقله بيشرب خمر ولا ايه بالظبط النبي عايز يصرفه عن هذا الامر يعني تستر تتستر وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيوجه الصحابه اللي يعمل منكم حاجه يست يعني في مساله زي الزنا او ما شابه ذلك انه يستتر بستر الله وانه لا يرفع الامر الى صاحب الامر الى ولي الامر لانه هو ولي الامر هو رسول الله وهو ولي الامر صلى الله عليه وسلم لو رفع الامر لجهه التحقيق والتطبيق والتنفيذ لازم تاخذ اجراءها ما قبل ذلك تم ستر على فلان نعينه على مساله الستر ويعود ويتوب ويستغفر بس حبناه وهي مساله طويله ولكن من ابواب العلم الجميله يعني فيها مسائل في العلم غايه في الجمال لمن يدقق مش ياخد الحكم دون فقه ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام كانت فلسفه الاسلام من خلال تطبيق النبي لمساله الحدود فيها رعايه كبيره جدا لمساله وقوع الانسان في جرم عظيم مثل الزنا او السرقه او ما شابه ذلك وخاض في هذه المساله كثير ممن جهل وقعدوا بيقول لك تطبيق الشريعه ومش تطبيق الشريعه وكان الشريعه كلها الحدود برغم ان الشريعه هي كل ما نحن فيه والحدود جزء من هذه الشريعه حتى هذه الحدود جهلوا فهمها وفهمها نفهمه من تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الحدود من خلال النماذج اللي كانت في المجتمع النبوي واللي هي كانت كلها اقرار كانت بالاقرار يعني صاحب الجريمه جاء اعترف على نفسه موضوع كبير جدا لكن ان شاء الله يبقى في وقت نفصل فيه أكثر من ذلك خالده اللي كانت بتسال قبل الفاصل في الخادمه اللي كانت عندها وخمس اطفال وحتروح عايزه تجيب السادس وتقول لك العيال بتيجي برزقها ما كل انسان بيرزق لكن لا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده ده الاصل ان لو حجيبه حضر بيه من غير ما انا اشغل دماغي وافكر واشوف انا معطياتي ايه دلوقتي عشان اقدر ان انا اجيب طفل تاني اخرجه للوجود وانا يعني مش يعني لازم الانسان يدبر اموره هل هذا التدبير ضد انه حيرزق لا مش ضد ده ده عقل المؤمن المفروض يشتغل في حدود المعطيات المتاحه بالنسبه له ومعارضه ذلك عين الجهل والصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيعزلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سيدنا جابر سال النبي الله عليه الصلاه والسلام ولما عرف هذا الامر ونقلوا بعد ذلك لمن سال وقال النبي عليه الصلاه والسلام لم يعترض على هذا الفعل فتنظيم الانسان لحياته ده لا يتعارض ابدا مع مساله انه رزاق سبحانه جل في علاه ومساله بقى الاجهاض من عدمه ده امر يعود للخادمه وحدها ملناش احنا في يعني ما ندخلش نفسنا فيه وان كان طبعا. يعني في فتاوى في هذا الامر يستانس بها البعض ليس محلها الان مساله الزكاه اللي حضرتك بتسالي عليها لو كانت هذه الخادمه او المساعده من مستحقي الزكاه يعني من الاصناف اللي ورد ذكرهم بمعنى تكون الاصناف اللي نصت عليها الايه في سوره التوبه فايت انما الصدقات للفقراء فما مشكلة أن احنا نعتبر يعني نديها من الزكاة لكن ما يقابلش ذلك عمل ليها يعني أنا عاوزة أديها مرتبها حاجة ومسألة الزكاة أمر تاني لا يكون ذلك في مقابل عمل هي بتشتغل عندنا يا أختنا الفاضلة أما مسألة أن أنا لا أشغلها وهي متعبة فأرهقها طبعا الراحمون يرحمهم الرحمن فأنا ما على حضرتك إلا إنك تلتمسي إن كانت هي عندها طاقة أو قدرة للعمل فبها ونعمت إن لم تكن فخلاص توقفي حتى لا تجهديها وإن شئت إنك تساعديها بهذه الصورة مع إفهمها ناخد فيهم برضو ثواب إن إحنا نفهمهم الواحد ما يقعدش ينجب أطفال وعيال وهو غير عاقل لاستقبالهم من الطفل ده مش حكاية أكل وشرب بس الناس كلها حاطه دماغها في المصاريف والاكل والشرب مش في رعايه مش في هقعد اربيهم واعلم ده واوجه ده واصحح لده لما يكونوا كتير فوق طاقتي هربي ازاي هي المساله مش اكل وشرب بس ده اكل وشرب جزء والنبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن مساله انه الجهاله في انه الانسان يضع نفسه في امور او يحمل نفسه امور فوق الطاقه فيضيع من يعول او من يقوت يعني كفى بالمرء إثماً إيه ان يضيع من يعول او من يقوت الروايتين يعولهم انا بعول هؤلاء والرعايه الماديه والرعايه الرعايه النفسيه والرعايه الاخلاقيه كل انواع الرعايه ما هو مش بس اكل وشرب وتربيه وصحبه وحسن رعايه وطاقه تكون عندي اني اراعي هؤلاء لكن ما تبقاش المساله كده ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق ويا هنا ما تخافيش من الكورونا احنا ما نخافش الاصل الانسان احنا بناخد بالسبب في مرض في بلاء عام على العالمين مش على بلادنا فقط وان شاء الله ربنا يعني يرفع البلاء والوباء لكن ناخد بالاسباب ويقين الانسان في الله بيعلي المناعه لان انا واثق فيما عند الله هل الانسان حيصيبه شيء مش كاتبه لا كله مكتوب لكن مش معنى انه مكتوب ان انا ما اخدش بالسبب على طول أنا بلتزم بكل الإجراءات الوقائية مع دوام الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وكثرة الدعاء بالحفظ والحماية وإنه الإنسان يكون مركز جدا في أساليب الوقاية، أساليب الوقاية واخد بيها والدعاء واخد بيه والتحصينات واخد بيها، كل ده أخذ بالسبب كل ده أخذ بالسبب واسأل الله إنه يديني هدوء وسينزل علي السكينة والهدوء وإنه مع الدعاء بالحفظ والحماية الدعاء برفع البلاء والوباء يا هنا واكثري من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللي بتقرا القران على جروب وهم بيسمعوا البعض لا باس وان سجلت المراه هذا القران بصوتها وسمعته غيرها او سمعها غيرها سواء من الرجال او النساء وهي منضبطه بضوابط القراءه من احكام التلاوه والخشوع والالتزام الصوتي اثناء التلاوه فلا شيء في ذلك هذا كلام الله نقراه ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون واياكم من اهل القران ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروح وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسالك نصرا عزيزا، نسالك فتحا مبينا، نسالك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، انك على كل شيء قدير. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة الينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين نسالك يا مولانا العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ونسالك يا مولانا ان تدفع عنا كل الفتن والافات وان تقضي لنا يا مولانا في الدنيا والاخره جميع الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين أستودعكم عناية رحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته